28/7/2018 تسجيل من LG V35 الهاتف اللي ظلمته شركته. أغلب مشاكل أوبو فايند إكس بسبب الروم الصيني، يعني عدم تواجد جوجل بلاي إلا برقم، اللغة العربية غير متواجدة كواجهة، في نقاط أنا كاتبها كثيرة بصراحة، بس كلها تنصب حول أن الروم مو عالمي. من التجارب الممتازة هذه السنة أوبو فايند إكس تجربة ممتازة فريدة، يعني أنا استمتعت بتجربة للجهاز، سواء فكرة الكاميرا أو استغلال مساحة الشاشة أو قوة البطارية أو الفكرة الرهيبة لسرعة الشحن، يعني سرعة شحن الجهاز غريبة بصراحة. هذا الجهاز هو وفيفو الأعلى التقاط على السيارة البلوتوث. تجربة ممتازة استمتعت فيها. اليوم إن شاء الله على اليوتيوب راح أعطيكم تجربة الأسلاك على الجهاز. أنا عندي عدد كبير من الأسلاك، بما أن أوبو قالت أن هذا USB 2.0 ففرصته في نجاحه في اختباراتي للأسلاك أقل من غيره. سيصدر للشرق الأوسط قريبا، أنا كاتب كل النقاط بما فيها نقاط ما راح تطري لك على بال، يعني فأنا كاتب نقاط كثيرة للجهاز تكست راح أتكلم عنه بشكل عام فيديو. طبعا الفيديو ما يجيب الفكرة العامة لأن أنا أصور ون شوت تطوفني بعض الأمور، فراح أجيب لكم فكرة الجهاز أقرب وقت ممكن. حاليا قاعد أجرب LG V35 الهاتف المظلوم، خلنا نتكلم عنه. LG V35 خلنا نكلمكم عنه شوية. الجهاز $900، هذا الرقم مبالغ فيه. صحيح أعطوني هدية أو وعدوني بهدية بعد شهر كامل من استخدامي للجهاز على جوجل فاي. حاليا أكلمكم من جوجل فاي، يعني كل السنابات هذه مرفوعة من خلال داتا جوجل فاي. وعدوني $300، حلوة نزلت من قيمة الجهاز لأني أحتاج جوجل فاي، بس الحين غالي، الحين غالي والحصول عليه صعب. ألوان جميلة، استغلال مساحة بدون قذلة، الوزن ممتاز، يعني خفيف الجهاز. كثير من النقاط تحسب الجهاز، ولكن 64 ذاكرة و4 رام $900. لاحظ معي أنا منتقل من جهاز بالضبط الدبل، 8 رام و128 ذاكرة بالضبط الدبل بنفس القيمة. لا والله أرخص، يعني الجهاز هذا ذكرني بجوجل بيكسل 2 XL، يعني طبعا هو نفس الشاصي جميل، يعني حرام ليش يا LG. هذا جهاز له فرصة، يعني هذا جهاز ارفع يا اخي. انا عارف ان عندكم مشكلة نفسية مع الرام، انا ادري انتم كثير من اشكالكم، ارفع 6 يا اخي 128 وارفع بطاريته ونزل السوق، حتى 900 راح يشترون الناس. اما 4 يعني منو هذا، منو اللي يسوي الجهاز يا جماعة؟ اذكر قبل لا ينفصل مدير HTC، الحمد لله طبعا، قبل لا ينفصل قلت له كلمة يا جماعة تنرفز، غضب طلع منه نيران، قال جهازنا ما يحتاج. كان بيدي شاومي مي 5 اس بلس. على فكره انا قدمت معلومه خطا، قلت ان بطاريته 4000 وهو بطاريته 3800. قدمت الجهاز هذا تنرفز لما حطيته بوجهه، تنرفز يا جماعه ما مسك نفسه. توقع ان هذا لو تبي تعذبه تحطه بغرفه فيها كلها اجهزه صينيه، اللي في مين الجوان بلس، اللي في ساري الكوبو فايند اكس، يطالع فوق الجفيفو ينجن. شو السالفه، كل مرخص مني واحسن. جاني اول تحذير لاستخدامي نص جيجا من البيانات بسبب سناب شات، هذه الفقره بس خلنا نحول هوت سبوت. LG V35 مع حذف الانيميشن وتعطيل بعض التطبيقات اداء عالي، يعني هذه اداء، يعني هذا اداء هواتف اندرويد مع انه 4 رام طبعا، بس انا قاعد اقول لك السوق ما يتحمل الهبل هذا. اداء عالي، يعني التقاط الواي فاي طقه واحده يلتقط، الانتقال القوائم تحميل من جوجل بلاي، يعني معلم حرام كل هالامكانيات هذه ما يقدم لها هاردوير محترم. جهاز ما استهبل، 3.5 موجود، تايب سي موجود، 3.5 ماله هاي ريز، الشاشة ممتاز جميلة، الشاشة هعطيك اياها بيدك تقول يا اخي جميلة وتنافس سامسونج بشكل واضح، تنافسها ولا بل انها مرتاحة لانها اعرض، يعني وعلى فكرة نزيف البطارية بالجهاز مع ان بطاريته قليلة يعتبر جيد، يعني انا عاجبني الجهاز والله ودي ادافع عنه، بس بسعره في كثير من الخيارات. على فكرة نزل سعره مؤخرا، بس لازلت اقول لك عيب عليكم، يعني 4 رام 64 يا جماعه، هذه ما يعني ما اقدر اطوفها، لو طوفت الرام ما اقدر اطوف ذاكرته. فاصل وراجع. الحمد لله انه طلع 6 رام، والله كنت بغير رايي فكره الاربع رام، قاعد اقول الجهاز سلس من اليوم، اقول لكم الجهاز سلس، قاعد اقول 4 رام يمكن لان ما ضغطت عليه للحين. لا وافتح التطبيق هذا اللي هو تيست رام يحط لي ان الاربع رام تيست رام 4 رام، والمشكله ان المفروض الاساس مني اني ادش على السيتنج اصلا فيه ميموري الجهاز. طبعا هذا تسجيل من جهاز اوبو فايند اكس، انا رجعت له لانه المفروض انتقل منه الحين.
الجهاز LG V35 الجهاز جميل جميل، ألوانه رائعة والحمل باليد والإمساك يعني، وفي منه نسخة 128. أنا راسلت جوجل وقلت لهم إن النسخة اللي مكتوبة عندكم 4 رام و64، دزولي بأنه لا أبديتد، وتأكد لما تأكدت أنا غلطان، هو 6 رام و64 اللي عندي، بينما أنا شاري على أساس إنه 4 رام. ترى أعطوني أيام بسيطة راح أحول لك جهازي الأساسي، وبصراحة أنا مستمتع فيه يعني، أنا مستخدم جوجل فاي وسناب وشوية أمور، وممتع يعني. لما انتقل من أوبو فايند إكس لهذا الجهاز، الألوان لصالح LG، مع أن أوبو مو هين لكن LG جميل يعني، أيقونات الشكل الثيم يعني جميل. LG V35 مو LG G7، ف يعني لازلت أقول لك الجهاز انظلم، حتى انظلم مني الحين أخطأت فيه، فأعتذر من جديد. الجهاز 6 رام وليس 4 رام، وسيتم تقييمه من جديد، وهو تقييمه هو تقييمه ممتاز. كان الصخط عليه بأن الرام منخفض والذاكرة منخفضة، في منه نسخة 6 رام، في منه نسخة 128، هذه الأمور انحلت، يبقى أغلب الأمور ممتازة، يبقى تجربة البطارية وظاهرها ممتاز. ومن الأمور اللي مو مذكورة عنه بشكل واضح، أنا بحثت ما لقيت، الجهاز يدعم شريحتين، والشريحة الثانية تشيلها تحط مكانها مايكرو اس دي كارد، فهو يدعم شريحتين أو شريحة ومايكرو اس دي كارد. هذا الأمر بحثت عنه ما لقيت له، يعني ما لقيت أحد فتح هذا اللي داخل. إذن بإذن الله، بإذن الله الله يعيني يعني أنا مزحوم، بإذن الله تقرير أوبو فايند إكس اليوم فجرا تقريبا، ونبتدي بالجي في 35، وارجع أقيم فيفو اللي يعني ظلمته بالتقييم، لأن أنا استخدمته أنا والله جميل، استخدمته مدة بعدين جاني أوبو بعدين جاني LG فأزحموني. بعدين راح أرجع أقيم أجهزة متوسطة مرة ثانية، الأجهزة اللي مرشحة اللي ختموا نعم للهواتف العليا. طبعا الهواتف المتوسطة حصل عليها نوكيا 7 بلس، الهواتف العليا اللي مرشح اللي ختموا نعم هو أوبو فايند إكس والجي في 35 والنوت 9 القادم، وبكل تأكيد جوجل بيكسل 3 العادي، لأن الكبير ظاهرة فيه صلعة مو قذلة. فغبية والله يعني بالشكل هذا. اللابتوبات بكل تأكيد اللي مرتاح خذوا نعم مرتاح الاكس 1 كاربون 2018، واللي بعدها اللي قادم وتوقع له بعد ختم نعم ثينك باد البي 52. اما بالنسبه للراوترات في ختم نعم اللي حصل عليها النت جير اكس 10 مرتاح ما اخذها يعني. بعده لا والله بعده مسافه. تجربه كاميرات المراقبه المنزليه او للعمل، تجربه كواليتي نت للان في ار يو في ان اتوقع اللي قاعد يستخدمونها. بالبدايه كان سيء، بعدين راسلت الشركة، وشركة كانت جادة جدا في تحديث تطبيقها، وحدثت تطبيقها وحصلت طفرة يعني. التطبيق الأول كان تطبيق تافه سخيف، عطيته نجمة. التطبيق الثاني أنا معطيه 4 نجوم، باقي له شغلة ويحصل على 5 نجوم، يعني مبين الجهد الكبير اللي سووه. بكل تأكيد إن كاميرات الكلاود دايركت مثل نيست مثل غيرها منافسينها، أكيد مثلا في واحدة عند نتجير شرحت لكم سابقا، أكيد إن هذه حظها أوسع، بس هذه الحبة بثمانين دينار. أنا قاعد أقول لك 8 كاميرات 325 دينار عند كواليتي نت، تمديدها لان يعني لان إيثرنت كات 6 عادي مو وايرلس واير، وتقدر تشبكها طبعا NVR تشبكها على إيثرنت أيضا على مثلا راوتر 4G، ومو لازم IP ترى أنا شابكة بدون IP، تحطها على الراوتر لان إيثرنت وتحصل على كلاود سيستم خلال هاتفك، أو ممكن تربطها FTP يعني اللي يعرف بالـ FTP ممكن تربطها بالـ FTP وليس كلاود، كلاود الـ FTP. يعني أنا راضي عن ما دفعت سعرا لهذه التجربة. بكل تأكيد إن نست أفضل، لكن نست الحبة بـ80 ضرب 8 زائد $150 لكل حبة 10 أيام ضرب 8 عليك الحسبة. أنا سهران من أمس فخلاص يعني اليوم المفروض ينتهي هني ولا راح أنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظ عند التشغيل مقطع صوتي والضغط على الرام فوق النصف في LG V35 في كثير من الأماكن فيها تأخير، شايف؟ خصوصا في تعديل التطبيقات. جاري تجربة هذه البطارية، أنا جربت النسخة الأولى منها، هذه النسخة الثانية هي نازلة من زمان بس قلت خلنا نجرب. صديقنا الأوبو فايند إكس ما نجح باختبارات التايب سي، يعني إن شاء
الشاشه ما اشتغلت، الفي جي اي ما اشتغل، اتش دي ام اي ما اشتغل، هذا الفي جي اي ما اشتغل، اتش دي ام اي مع باور ما اشتغل، سرعه النقل يو اس بي 2.0 قليله. يعني هو قوي بموضوع الشحن والاو تي جي اللي هي القطعه هذه، نجح بالاثنين هذول. والله يا جماعه انا عندي استفسار قاعدني من النوم، هو استفسار بايخ بصراحه، يعني هل ممكن هذه الشاشه تشغل تايب سي 2 اتش دي ام اي على البي سي يعني من خلال المذر بورد العادي؟ الحمد لله اني عرفت الاجابه قبل لا اموت. لا، خلينا نجرب طريقه الباور هذه. الفي جي اي بالتاكيد لا ما يعطي باور، باقي طريقه الباور هذه، لكن خلني ابحث عن اتش دي ام اي كيبل. انا من اليوم ادور ماني لاقي اتش دي ام اي، حتى الكيابل القديمه يعني ناجلها، هذه ناجلها. غيره تذكر واسطه رحت له وقلت له انا بمتحن، قال لي ليش تمتحن؟ قلت له والله يعني ابي منك واسطه علشان تحولني من امتحان لامتحان. فقال لا، كل امتحاناتك بنحطها بالشريدر ما نشوفها اصلا ولا نصلحها.